السلام عليكم. مصلحة الإخوان، عادي نوريكم الديكور كما كتلاحظوا. الأشعال ديال الصباغة خدامة. شوفوا هاد الزواق، ديو فكرة كيفاش كتصباغ. كاين بزاف الناس خدمنا لهم بحال هاد الشكل هادو، يديو فكرة. هادي كاملة الضربة صباغ بيض كما كتلاحظوا، سبورطاس المكان ديالهم. هادو كاملين غيكون كيشعلو بالليد، هنا الليد وهنا الليد، وسبورطاس كاينة في الحاشية بحال هكدا. هانتوما كتشوفو هادو، هاد الزواقة هادي كنا خدمناها بهاد الشكل هذا، ومشات مور ديك الصابية هكدا. المهم هذا هو الشكل لي هذا كيف جات، نوريكم فكرة. مازال الصباغة متسالاتش، مازالين الديوان ديال البلازما ما شاء الله. دازو على الخيط ديال البلازما، هادو قواصات. ممكن تشوف من هنا كيعطيك هاد المنظر، هاد ملي كدور من هنا كيعطيك التشكيل هاد. هنايا كتحطو في هاد الصالة وحدة، هنايا كولوار، هنايا كاين الكوزينة. هدا المهم هادي هي الفكرة. ومازال الأشغال الصباغة متسالاتش، الأطفية ديال الباركي مغبر شوية عليها مكيبانش مزيان.